في مصر تخيلوا أن هناك 53 ألف شائعة تم إطلاقها خلال 60 يوما فقط. هذا الإحصاء بحسب مجلس النواب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البرلمان، والتي أفادت بأن هذه الشائعات تم إطلاقها في شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، مضيفة أن النسبة الأكبر منها كانت عبر السوشيال ميديا أو وسائل التواصل، كما أن بعض وسائل الإعلام نقلت نسبة تصل إلى 30% من هذه الشائعات على أنها أخبار حقيقية دون التأكد من صحتها. ونبقى في مصر، حيث عبر رواد موقعي فيسبوك وتويتر عن استيائهم بعد عرض فيديو ضمن الحلقة الماضية من البرنامج الساخر أبلة فاهيتة. الحلقة عرضت جزءا من فيلم لا تسألني من أنا للفنانة شادية، مدبلج في إطار ساخر، وذلك بالتزامن مع الحالة الصحية التي تمر بها الفنانة المعتزلة، ما أثار استياء محبي الفنانة الكبيرة. ورداً على وصف مسؤولين كوريين شماليين للرئيس الأمريكي في الإعلام بالرجل العجوز، أظهر ترامب خيبة أمل من هذا الهجوم الشخصي للقائد الكوري الشمالي الشاب، وكتب ترامب: لماذا يقدم كيم يونغ أون على إهانتي من خلال نعتي بالعجوز، في حين أني لم أقدم يوما على نعته بالقصير والبدين. حسنا، أنا أحاول جاهدا أن أكون صديقة، وربما هذا قد يحدث يوما ما. وانتشرت صور لبعض المشاهير من النساء وهن يقلدن إيموجي راقصة الصلصة ذات الفستان الأحمر التي تظهر عادة في خيارات التعبيرات المختصرة في أجهزة الهاتف، والتي شاع استخدامها كثيرا. نتابع جزءا منها.